هانتوما بعد ما لقينا الكتاف، لقينا الجناب، والسروال حتى هو لقيت ليه، لقيته كامل جمعته يعني عادي. دابا من بعد ما جمعنا السروال غناخدو هاد القطعة الفوقانية لاقيوها معاه. دائما كنقادو الخياطة مع الخياطة، بحال دابا هاكا الخياطة ديال الوسط ضروري غنجيبوها هاكا مقادة مع الوسط، و نخشيو هاكا لداخل. خياطة تانية ديال الجنب قادوها مع الجنب هاكا، تيكونو مقادين وغندورو عليه كامل بالخياطة. ومن بعد غنوريكم الطريقة كيفاش غادي نصايبو السير اللي غيكون عندنا، الباندا اللي غيدخل فيها السير، والتركاب ديال الكميمات اللي هانتوما كيفاش صايبتهم، دار على شكل بنانة هاكا مضوبلة، جمعتها من هنا بالسورجي. ومن بعد غادي تجمع تلصق هنا، هانتوما لكم. طريقة انتم لكم كيفاش داير، وهي غتجي هكا يعني كيجي كميه بحال هكا، بحال باندا بحال اللي مغطي هكا شويه، كيعطي ديكور زوين. هانتوما ديك الساعه نخيطها معاكم، ونخيط الباندا ونوريكم. هانتوما بدا نلصقو لكم، ناخذو من هنا نلقاوها من الكتف وغنبداو من هكا. نكملو الجهة الثانية، دابا غنجمعو هادي من هنا و غنحيدو هاد الزيادة اللي تكون عندنا زايدين. هانتوما الكميم كيفاش كيجي، الشريطات جاو بالعكس عاطين ديكور زوين، يعني من الأحسن يجو هكا بالعكس، ميجوش حتى هما رايين في نفس الإتجاه. ودابا ندوزو نخيطو الجهة التانية بعد ما نساليها، نشارك معاكم الخياطة ديال الباندا. هانتوما خديت هاد الباندا، خديت فيها 7 سنتيم، وطويت من هنايا تقريبا سنتيم ونص، سنتيم ونص هكا، ودوزت عليهم المصلوح. دابا هاد الباندا هي اللي غادا ندوزها في الحزام. اول حاجه غادي نبدا من الوسط، نقلبوه على الوجه ديالو، هانتوما هذا هو الوسط
ديالو، نديرو بحال هكا، نطويو هاد الحاشية. أول حاجة غندوزو عليها الخياطة، من بعد غادي نجو لهنا هاد الباندا اللي يكون عندنا فيها صدايف، غنجو حداها من هنا وغنبداو، والتانية غنبداو من هنا، يعني غنخليو بيناتهم واحد جوج سنتيم هكا، وغندورو عليها بالخياطة من هنا كاملة وبالخياطة من هنا كاملة، وكنحاولو هاد الخياطة تجينا في الوسط. صافي، هانتوما حيدوا هاد الزياده. دابا نتو على بعضك ملي كندوزو عليها مصلوح كتجينا ساهله في الخياطه. ندورو على الحزام كامل، هانتوما ملي كنوصلو للأمام كنحاولو يجونا مقادين في الوسخة، نقطعو هاد الزيادة لي عندنا، كنطويو هاد الحاجية هاكا جوج طويات. قبل ما نلصقو الجهة التانية ناخد هاد الجهة غنفينيها هاكا، باش ملي نبغو ندخلو السير ونخرجوه ميبقاش تبعونا الخيوط. دابا نعاودو ندورو الخياطة على الجهة التانية، هانتوما باش كتجيو هنا غيدخل السير من هاد الجهة ويخرج من هاد الجهة، هانتوما كتجي دايرة على الحزام، كتجي الخياطة نقية. هنايا هاد القدامة يطلعو فيه صديفات، والسير غيخرج هنايا قدام بيناتهم. دابا نصيب معاكم السير، السير غنصيبو في نفس الثوب، كناخدو هاكا شريط طويل بحال هكا ونعاود نطبوه. نبقاو غاديين بهاد الطريقة حتى كنخيطوه كامل.
وغادي ندخلوها، ندور في هذيك الفتحه. كنبقاو ندفعوا بهذه الطريقه حتى كيدخل. ندخلو ونوريكم الشكل النهائي ديال هاد الجيمسوت ديالنا كيفاش كيجي. وهذا هو الشكل النهائي. هانتوما الكميمات كيفاش جاو تصديفات هنايا. هاد الباندا ديال الحزام اللي شاركتها معاكم، هانتوما كيفاش كتجي بهذيك الطريقه اللي خيطناها، كتجي مفينيا. السروال جانيشن من التحت غير بالكفافه. خليوا لي رايكم في التعاليق. كنتمنى من هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، واعطوني رايكم في هذه اللبسه. يلا مع السلامه، الى فيديو قادم باذن الله.